بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا افتح لنا فتحا عظيما بتأييد لأحبابك الذين عرفوا قدرك واستوى حالهم في سبيلك، فلا ميوعة ولا تبديل كلماتك، كما يسعى بها أغلب الكرب بما فيهم أغرب خلق بلاد تونس، اللي ولاو يناقشوا في قرآنك العظيم، وعندهم ما يقدمونه في مقابل قولك الحاسم الذكري مثل حظ الأنثيين. نسأل الله أن لا نكون من المرجومين كما هم، بصدد التأهيل ليكونوا من هذا القبيل، نسأل الله السلامة. أما بعد، السلام عليكم، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر سبحانه وتعالى. يقول ربي: أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ فوريته كيفاش؟ يعني الناس في الظاهر أنا كفي، أنا ملك، أنا منافق، وش عندك ما تعمل؟ ولا كذا، وش عندك ما تعمل؟ يعني إيش بينا إحنا مفروض علينا باش نهديوك، ولا يرجع إلينا حسابكم؟ لا، ماش منها الحكاية، تتوهموا أنتم. حساب عند الله ولا محاسب غيره، ما ماشي. لا ند له في كل الأمور، في الخلق وجعل الأشياء كما هي عليه، وبعث الموت من حيث لا يدري من هم، من مكتوب عليه موت في لحظة كذا ومكان كذا وهل مجر. إذا احذروا، لسنا كما تتوقعون. ربنا يقول لنبينا وما أدرك عليه السلام: لست عليهم بمسيطر. يقول في سورة البقرة: لا إكراه في الدين، نول كونترينت أون إسلام. هذه جاءت مباشرة بعد آية الكرسي، بعد آية الكرسي. إثر قدر قيمتها بكونها جاءت لاصقة لآية الكرسي، بعد ما تكون في أنوار نابعة من آية الكرسي، تجي الحقيقة أنك لا تكره أحد، لا تكره أحد في الإسلام. ما عندناش، واللي جايين عم يروحهم مطيعين رب العالمين، وجايين لغرض خبيث. اغلبهم كشفوا عبر ايامهم اللي بعدك الاعلان هذاك، وعلى اليوم نفس الشيء، لكن اليوم ولات الامور مقننه ومنظمه، ولا اخصائيوها، ولا مجال من كل انواع علم النفس، علم الاجتماع، علم السياسه، ولا مجال، وعلم الدبلوماسيه، الكل موجود اليوم. الدخول بك الهيلمنة هذيك بك بومب في زمرة المسلمين، معروف أغلبهم يتطرق منا شك فيما يخص حقيقته. لا نكشف على حقيقته بقدر الله يتولى الشرع، لكن على الحذر. ربي قال لنبينا عليه الصلاة والسلام: سلام، واحذرهم. وبما أنه في حقيقتهم ماش فرق بينهم وبين الكفار ومنافق المدينة ويهود عبر التاريخ، نحن نأخذكم كما وصى نبينا عليه الصلاة والسلام ووصانا احنا، وقال: واحذروهم وليحذر الذين، يعني احنا مأمورين من لدن الله بالحذر. ويدي اللي جايين باش تكونوا منا وتكونوا عيون علينا وبعد تتنوا علينا، وربما تلغمونا بعض منشآت، ولا تلغمونا بعض جماعات مازالت ضعيفة، هذا هم مش تحسدوا ما زرعت، واللي ازرع الريح ينال العواصف الكاسرة والمخربة. نسأل الله أن نكون من ضحايا القواسم.